أول ما نبدأ متحف الموسيقار محمد عبد الوهاب نبدأ بأقوال بعض كبار أدبائنا وفنانينا عن عبد الوهاب. نبدأ بمحمد الموجي ملحن كبير، ألحانه نعتبرها مدرسة لينا جميعا، فهو أستاذ المدرسة الحديثة، تعلمنا فيها جميعا من الصنباطي إلى بليغ حمدي إلى كمال الطويل. محمد الموجي الصنباطي ده ملحن يعني فز. محمد عبد الوهاب فنان ذكي جدا، إذا لحن لإرضاء عبد الوهاب الفنان كان هذا هو محمد عبد الوهاب العظيم، وإذا لحن عبد الوهاب ليرضي غير عبد الوهاب فقد نفسه. رياض الصنباطي أستاذنا الكبير أنيس منصور، ألحان عبد الوهاب مثل مرآة ضخمة كل إنسان يجد فيها نفسه. يا سلام، مرآة ضخمة كل إنسان يجد فيها نفسه، كل ملحن يجد فيها موسيقى. جملة بديعة من الأستاذ أنيس منصور، مرآة كل إنسان يجد فيها نفسه، ومرآة كل موسيقي يجد فيها لحنه، يعني تركيبة عظيمة. ثم عمنا نجيب محفوظ، إن عبد الوهاب أغنى موسيقانا وأثراها وطورها من خلال هذا التأثر بالغرب، وقد مزج بين اللونين الشرقي والغربي ببراعة، وجعل منهما نسيجا واحدا متناغما، وهذا هو سر عبقرية عبد الوهاب. نجيب محفوظ. ثم توفيق الحكيم، أستاذنا توفيق الحكيم، لن أطالب عبد الوهاب بأن يكون بيتهوفن آخر، يكفي أنه استطاع بذكاء شديد أن يخرج الأغنية المصرية من مرحلة التطريب إلى مرحلة التصوير اللحني والتعبير الدرامي بالنغم. يعني توفيق الحكيم يرى أن عبد الوهاب انتقل بالأغنية إلى مرحلة التصوير اللحني والتعبير الدرامي بالنغم. أما عمنا الكبير، عمنا وجدنا وخالنا وكل حاجة، عباس محمود العقاد، إيه عبد الوهاب إنك شاد تطرب السمع والحجة والفؤاد، قد سمعناك ليلة فعلمنا كيف يهوى المعذبون السهادة. عباس محمود العقاد. يا سلام، أستاذ أحمد رامي الشاعر الفز الجميل يقول إيه بقى؟ ما كان أعظم ثقته بنفسه إذ يعد لحنا جديدا ويجلس يعزف على عوده المنفرد، فيتجلى إيمانه بفنه، ويتجلى كذلك إبداعه وإحساسه بما يقول. وهكذا كان عبد الوهاب بالفعل. والحاجات اليوتيوب طلعت حاجات يعني تأكد لك، شوف عبد الوهاب بيلحن كان بيعمل ايه. انا كنت حكيت لكم لما الحفناوي راح لأم كلثوم، راح لأم كلثوم وقالت له شوف عبد الوهاب كده اخباره ايه، فراح لعبد الوهاب وقال له يلا بقى مش نعمل بقى ونغني بقى مع الست بقى، قال له يعني انت شايف كده يا احمد؟ قال له طب نعمل ايه؟ قال له كلمها، انا عندي حاجه، طب كلمها. قالت تعالى، قال لها هجي لك ده، بس العود عندك حلو؟ قالت لا العود عندي تعبان. قال لها طب انا هجيب العود بتاعي واجي لك، وراح لها انت عمري. فبدا سام خلص قالت له قول كمان حافظ الكلام؟ قال لها لا. قالت له مين اللي كاتبه؟ لا احمد شفيق كمان. قالت له هات وتعالى بقى عشان نشتغل. عبد الوهاب، إن في أرض بلادي بلبلا لم تتح أمثاله للخلفاء، ناحل كالكرة الصغرى صرى صوته في كرة الأرض الفضاء، يستحي أن يهتف الفن به وجمال العبقريات الحياء. يا سلام، هذا أحمد شوقي، والعلاقة طبعا تاريخية بين أحمد شوقي. شوف أحمد شوقي ده قدم لعبد الوهاب كل ما يملك، مش فلوس، أحمد شوقي العملاق ده خد عبد الوهاب
وسفروا بره وعلموا وقال لهم ده المغني وده المزيكاتي. فكل مجد احمد شوقي قدمه لعبد الوهاب لانه رأى ان الصوت ده والذكاء ده والمزيكا دي تستحق ذلك.